يعني ايه SOLIDWORKS MANAGE مع علي ناصر؟ SOLIDWORKS MANAGE هو الصورة الأشمل والأكبر اللي بتحتوي على SOLIDWORKS BDM. عشان نفهم أكتر ونعرف SOLIDWORKS MANAGE بيكونترول ايه؟ Project Management وال Operation Management وال Bill of Material. أول إصدار لـ SOLIDWORKS MANAGE ظهر في 2018، والدور الأساسي ليه إن هو يقلل الجاب الموجودة من بين BDM والBLM. طبعا انت دلوقتي بتسال يعني ايه بي دي ام وبي ال ام، هنتعرف عليهم حالا. تعالوا الاول نتعرف يعني ايه بي ال ام. بي ال ام وهي ادوات اداره تصنيع المنتج، او اللي هي اختصار برودكت لايف مانجمنت، ودي اللي من خلالها بتقدر تسيطر على جميع جوانب تكوين المنتج، بدايه من المشروع والتصميم والتصنيع. يعني باختصار كده هي اداه ربط كل شيء عن المنتج. يعني لو خدنا دلوقتي مثال عشان نفهم اكتر يعني ايه بي ال ام اللي هي دوره حياه المنتج، مثلا المثال بتاعنا هيكون تليفون محمول. الاول انت بتبدا تصمم الـ يعني 3 دي موديل بتاعك بواسطه برنامج كاد، وبعد كده بنبدا نضيف يعني السوفت وير بتاعنا وبعض التحليلات ونظام التشغيل زي الاندرويد مثلا، وبعد كده بتخش على مرحله التغليف والتخزين وكل التفاصيل اللي بيمر بيها المنتج بتاعك. ده باختصار كده معنى Product Life Management. طيب عايزين نعرف يعني ايه BDM برضو باختصار. BDM هي ادوات ادارة بيانات المنتج، واللي هي اختصار Product Data Management، ودي نظام لادارة بيانات المنتج والتحكم فيه، وممكن يكون Cloud يعني Online، يعني ممكن اكتر من حد يكون ليه تصريح والتعديل على ومراجعة على الملف الكاد أو المنتج بتاعك. باختصار كده هو النظام لإدارة ومراجعة ملفات الكاد بتاعتك. طيب SOLIDWORKS MANAGEMENT أو SOLIDWORKS MANAGE الدور الأساسي إن هو يعمل integrated أو يحاول يقلل الجاب اللي موجودة بين BLM والBDM. ده الدور الأساسي، وهو بيشمل على يعني BDM هو الصورة الأكبر للـ BDM لما يكون معاك أكتر من ملفات كتير جدا وعايز تتحكم فيها، يكون الـ SOLIDWORKS MANAGE هيكون يقدر يطلع لك تقارير، يقدر يعمل لك أدوات كتيرة جدا تقلل الجاب ما بين الـ BLM والـ BDM عن طريق إن هو بيعمل مانجمنت للـ Operation Management والـ Project Management والـ Bill of Material. باختصار كده هو بيحاول يعمل انتجريتد ما بين كل السايكل ديت. اتمنى يكون الفيديو مفيد. كان معاكم مهندس علي ناصر، تحياتي.